دراسه تقول ان المراهقين ديما يحاولوا ان هم يسافروا بروح لان دائما يبغوا يثبتوا انفسهم، وفي نفس الوقت يحاولوا ان يختبروا الحياه اليوميه اللي تعتبر نوعا ما مستقله عن الاهل. وانا علاش مفروض عليك انك انت خصيصا بالذات لو ان عمرك انك انت ما سافرتش، لان السفر حرفيا حيغير هلبة من طريقه تفكيرك. طبعا انا من دويلك على السفر، سفر ندويلك على انك انت جو تطلع برا البلاد، يعني مش جو من طرابلس ماشي بنغازي وبنغازي ماشي السبب. هو صح يعني يعتبر سفر لكن ما فيش اللقطه ديك ما فيش شيء، خصوصا لو ان مثلا وضع العائله المادي يعتبر انه كويس. ديما السفر الاولى حاول انك انت تسافرها مع اصحاب، مع عائله، مع ناس يعني عندهم خبره سابقه في السفر، لان هذا حيقلل كميه النصب يلي انت ممكن انك انت تتعرض لها. في السفر الثاني حاول انك انت بعدين تخليها انك انت تسافر بروحك، هذيك تسافر بروحك عشان انك انت تحاول انك انت تكتشف نفسك، لان في الوقت هذاك يعني تعتبر نوعا ما مدرك للعمليات النصب يلي تصير وين تصير، وتحاول قدر الامكان انك انت تتجنبها لان بحكم ان عندك خبره سابقه. يعني ما فيش باس حتى لو ان سفرتك الاولى كانت يعني بروحك، هي صح انه ممكن تتعرض لهلبة نصب، لان صدقني النصب هو اللي ممكن تتعرض له وانك انت ممكن تتجنبه، الشيء هو حيعلمك هلبة. وانا شخصيا صدقني نحس ان السفر بروحك مهمة جدا. علاش؟ لان حرفيا انت بحكم القالب الاجتماعي اللي عايش فيه انت تعتقد انك انت تعرف روحك، لكن ريت لما تسافر وتتحول على القالب الاجتماعي هو متاع الاب والاهل والاصحاب وكي، انت هنا حتبدا تكتشف روحك، ان في هلبة حاجات انت تدير فيها صح والناس قاعده تدير فيها غلط، فالشيء هو حيدير لك وزنه مليحه في حياتك، حتى نوعا ما يعني انك انت توصل انك انت تقدر تتحمل مسؤوليه روحك، تبدا تعرف كيف تتعامل مع الناس البرانيه، تبدا تعرف من الناس اللي حينصبوا عليك، ومن الناس اللي يحاولوا ان هم يساعدوك، توسع مداركك ويعطيك رؤيه الاوسع للعالم، ومنها حتقدر تفهم انك انت مش عايش في العالم هذا بروحك، العالم هذا فيه هلبة ناس وهلبة شعوب وهلبة ثقافات مختلفه عنك تماما، وانت المفروض عليك انك انت تحاول تاخذ الحاجات الايجابيه من ثقافات هي والمجتمعات هي، الحاجات اللي تفيدك في شخصيتك. حتى تلقى ان الناس اللي ديما تسافر تلقى نوع ما عندها نوع من ادراك الوعي في شويه حكمك، تحس انك انسان شباني، لان لما تسافر تشوف هلبة، تشوف تتعلم تدرك توعى يصير منك في حياتك.